ادى الى استشهاد الشرطي عمران محمد احمد واصابه اخر باصابات بليغه. تفجير قنبلة محلية الصنع في منطقة سترة وديان، رأى عمل إرهابي وقع عند مدخل قرية الدير بمحافظة محرق. أثناء قيامهم بالواجب بقرية العكرة الشرقية، الزرقات أثناء قيامه بواجبه الرسمي في مملكة البحرين الشقيق، دفع عددا من رجال الشرطة في منطقة سترة أثناء قيامهم بالواجب. قتل شرطي وأصيب 7 أشخاص بجروح، بين أشخاص محاصرون وسنتابعهم حتى يتم القبض عليهم.